بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده ان شاء الله، يا رب تعجبكم. عاملين حاجات خطيره جدا وسهله. بصوا، هعمل اول حاجه حواوشي اسكندراني وش بيتزا، فظيع، سهل جدا وشكله حلو وطعمه طبعا خطير يعني. والوصفه الثانيه هعمل بتنجان محشي مشوي، لطيفه برده جدا واكله حلوه، فيها رز ولحمه وبتنجان، هتعجبكم قوي. واخر وصفه معايا زلابيا الموز، هنعمل زلابيا بطعم الموز، فظيعه وسهله برده جدا وان شاء الله هتعجبكم. ويلا بقى نخش في الموضوع على طول عشان ايه نعمل اول وصفه. بصوا، الحواوشي الاسكندراني وش بيتزا، المقادير: مقادير العجينه 4 كوبايات من الدقيق، عليهم رشه ملح، معلقه كبيره من الخميره، معلقه صغيره من السكر، ولبن دافي علشان اعجن العجينه. وممكن طبعا تعجني بميه، مفيش اي مشكله، ميه دافيه، وممكن تعملي الخليط ما بين الاثنين، ما بين اللبن وما بين الميه، مفيش مشكله. الحشو بقى معايا كيلو من اللحمه المفرومه، تمام، ونص كوبايه من تفل البصل. تفل البصل ده يعني البصلايه، هنبشرها ونرش عليها رشه ملح ونركنها كده جانبا 5 دقايق ولا حاجه، فنيجي بقى ايه نعصر البصل، نلاقي الميه لوحدها والتفل لوحده، واحنا عايزين بقى التفل، تمام. وكمان معايا فلفل رومي متقطع رفيع جدا صغير، فصين من الثوم المفروم، ملح وفلفل، رشه من جوزة الطيب، معلقه من بهارات اللحمه، ومعلقه صغيره من البابريكا. وهنحط بقى على الوش بقى كانه هيبقى بيتزا يعني، معانا شرايح من الفلفل الالوان، معايا كمان شويه من الجبنه الموتزاريلا، شويه زيتون، رشه خفيفه من السمسم، وهندهن الوش كمان ببيضه عليها معلقتين لبن وبس خلاص. يعني مقادير بسيطه وسهله ان شاء الله تعجبكم. انا عايزه بقى اطلع بوله، واصلا الحواوشي واحد بيسمع كلمه حواوشي دي على طول يجوع بقى. حواوشي؟ لا، ده احنا جعانين. هي اصلا وصفه جميله وسهله، وعجين بقى ولحمه وكده، حلو قوي. وفكره انها تبقى وش بيتزا يعني بتديها فخامه اكتر كده وتجويع اكتر. انا معايا بقى ايه، دي بصوا يا جماعه الكوبايات المعيار اللي انا بقول لكم عليها، البلاستيك اسعارها يعني رخيصه جدا بس هتفرق معاكي وتريحي دماغك بقى. انا مثلا ايه هعاير هنا كده اهو، احنا ايه نظبط الحواف كده، دي كده كوبايه، صح يا استاذه، دي معايير الوان وانا بحب الالوان، ايوه. نفس الالوان، كوبايتين دقيق، ادي كوبايه كمان. يعني انا هعمل مقدار هنا كده بسيط لان انا محضره عجينه لازم تكون خمرانه عشان بس الحق اوريكم. فانا معايا كده مثلا هنا الدقيق، هنحط بقى رشه ملح، تمام، ادي الملح، شكرا جدا يا نهى، انتظريني بعد الحلقه يا نهى، ماشي. معلقه سكر، نوع بس بتقول ماشي يا نوها، حاضر. معلقه سكر، معلقه خميره كبيره، تمام، هنعمل بقى كده كله مع بعضه. ومعايا بقى اللبن اللي انا ايه هعجن بيه، وزي ما قلت لكم يكون دافي، وممكن طبعا نعجن بميه مفيش مشكله، او لبن وميه، مش هيحصل اي حاجه، هيحصل كل خير. حط كده اللبن وايه، ولما العجينة تبقى متجانسة كده وملمومة على بعضها ويبقى تمام التمام. تعالى يا لبن انت كمان هنا. وطبعا بقى خلي بالكوا ان الدقيق يكون دقيق مخبوزات علشان العجينة تنجح معاكي وتبقى حلوة، فاهمين قصدي؟ فانتوا بقى ايه خلي بالكم الحكاية دي. وكمان لازم يكون اللبن او الميه يكونوا دافيين. طبعا انتوا ايه مش محتاجين اقول لكم ان احنا لازم نعجن نعجن نعجن، وربنا يديكي الصحه وتفضلي تعجني كده ان شاء الله. العجينه بتكون طريه سنه صغيره، ما بتبقاش ناشفه، خلوا بالكم، وهتفضلي تعجني فيها 3 4 دقايق لغايه لما تلاقيها طريت معاكي. يعني هي دلوقتي كده ناشفه شويه، لكن لما ايه بتتعجن حبه حلوين بتلاقيها بقت طريه وبقت يعني هايله. وبنسيبها ايه تخمر تقريبا ساعه مثلا ولا حاجه لغايه لما يتضاعف حجمها، فاهمين قصدي؟ ونبتدي بقى ايه نعمل بيها الحواوشي. فانا هحطها دلوقتي كده تخمر واشيل هذه الاشياء ونجيب الايه العجينه المتخمره الحلوه. اهي يا سلام،
خطيرة جدا. عايزة برضو ايه اخلي اللبن ده هنا كده دلوقتي كده. بس هعدل بس الجلوفزات الجلبزات بس نشوف بقى ايه الحكاية. بصوا خمرة كده هايلة يعني، هو ده كده اللي احنا عايزينه. عايزة تحطي كمان مع العجينة معلقتين زيت مثلا، مفيش مشكلة، هتبقى برضو ظريفة كده اهو. ومعايا شوية دقيق هنا كده، هرش طبعا دقيق علشان ايه اعرف افرد العجينة. تمام هنا كده، يا سلام عجينة لذيذة اوي خطيرة كده اهو. فانا ايه العجينة دي برضو عايزة اقصها اتنين، انا مش عايزه اقص بالسكينه، مع ان انا لو قصيت بالسكينه هيبقى اسهل، فانا هقص بالسكينه كده اهو. وهاخد بقى ايه اول واحده، افتح كده رش رش الدقيق ونفردها كده اهو. عايز اقول لكم على معلومه برضو تخلوا بالكم منها، يعني بصوا العجينه دي معايا مش طريه قوي. ليه بقى؟ علشان هي اتعجنت كتير جدا، يعني اتعجنت بالعجان فاخدت عجن كتير قوي. العجن الكتير قوي ده هيخليها تبقى ايه مرخمه عليا وانا عماله افردها كده، فاهمين قصدي؟ عشان كده بقول لكم مثلا في عجين بياخد دقيقتين ثلاثه بس، في عجين يحب ياخد 10 دقائق حسب الوصفه. فهنا المفروض تكون اطرى من كده، فانت لما تعجنيها بايدك هيبقى اسهل، فاهمين قصدي؟ زي ما انا عجنتها معاكم كده كده اهو بهذا الشكل. كده اهو افردها بقى خالص. يعني انا هعمل رغيف حواوشي كبير كده شبه البيتزا، يعني هخليه كبير. طبعا انت تقدري تعملي منه صغير زي ما انت عايزه، ولا تيجوا نعمله صغير؟ تيجوا نعمله صغير، نعملهولكوا صغنون كده. ممكن افرد بس العجينه الاول كده اهو، بس ممكن بقى علشان نعمله صغير بقى مثلا نعمل ايه يا شباب؟ بصوا احنا ممكن بالبولة دي، عشان يبقى على قد البولة دي مثلا كده، وبالسكينة هنقطع العجينة كده اهو، فاهمين قصدي؟ وهشيلها وده كده. وعايزه برضو ايه افرد دي تمام كده. تمام حاضر يا استاذ احمد. ونفرد بقى العجينه دي برضو علشان احنا الرغيف هنقفله بقى من تحت ومن فوق كده اهو. انا بقول لكم بقى الاكله دي اسمها لوحده يجوع لما انت بقى تعمليها لهم في البيت، وهي اصلا سهله على فكره خالص، يعني ما فيهاش حاجه كده اهو. وهجيب الطبق نفس الطبق اهو عشان ايه اشيل اي حاجه زياده كده اهو وبس. معايا ده ومعايا ده، هعمل ايه بقى؟ عايزه اخلط اللحمه المفرومه، فهجيب بوله تانية هنا كده عشان نعمل بقى الحشوه يعني، ونخلي دول كده الحلوين دول هنا لحمه مفرومه اهو.
واحط عليها بقى تفل البصل زي ما اتفقنا، بصلايه كبيره. بصوا مش عايزه الميه خالص، انا ما فيهاش ميه خلاص كده، علشان بس الرغيف ما يبقاش ماي ماي كده يعني، فاهمين قصدي؟ وكمان الفلفل، فلفل ممكن تحطي فلفل الوان بس طبعا فلفل الاخضريقه هو المناسب، والثوم وبابريكا هبة كده صغيرين، وبهارات ورشة جوزة الطيب، وطبعا ملح وفلفل اهو، ملح وفلفل، ادي الملح، وكمان الفلفل بس. هي دي كده ايه الحشوة اللي هنحطها جوه رغيف الحواوشي بس كده. ريحتها اصلا فظيعه، اول ما التوم بقى والبصل والفلفل مع اللحمه نزلوا مع بعض كده اتعجنوا هايلين. هعمل ايه بقى؟ انا عايزه اجيب صينيه، انا عايزه برضو الم الحاجات دي الاول علشان افضي مكان علشان اوريكم الحكايه ايه. هنا كده دول، هنا نجيب الصينيه تمام، ودي اكبر شويه، انا عايزه ايه افردها كده واحطها هنا كده، اوسع كده بايدي على قد ما اقدر شويه عشان ما تبقاش ايه تخينه قوي. وهجيب بقى الحشو، عايزين نحط بقى كميه محترمه كده من الحشو علشان ايه يبقى الرغيف كده حلو وطعمه ظريف. وطبعا يفضل طبعا ان اللحمه تكون فيها نسبه دهن مش اقل من 25% علشان تبقى لذيذه، الدهن في اللحمه بيبقى حلو قوي كده اهو. نحط شويه كمان لان خلي بالكم كمان اللحمه هتكش عشان برضو فيها دهن، فالدهن مهم لانه هيديها طعم، وتبقي تزودي شويه تعملي حسابك عشان ما تكشش ويبقى الرغيف في الاخر كده ايه فاضي ومهوي كده، فيبقى شكله ايه يعني غلبان كده. احنا عايزينه شكله فخم يجوع. وايه البس بس الجلوزات تانية عشان ما لطخش العجينه اللي فوق كده اهو. خد بقى اللي فوق دي احطها كده عليها كده اهو، واللي تحت بقى دي اللي هي اكبر سنه صغيره هطلعها كده لفوق واضغط. بصوا كده علشان ايه نقفل الجناب بتاعه الرغيف كويس كده. احنا على فكره بالمناسبه ممكن نعمله على الطاسه على النار، بس ما دام انا هعمله وش بيتزا يبقى لازم هدخله الفرن، لكن لو انت هتعمليه رغيف حواوشي عادي ممكن على طول في طاسه كده على النار تكون ما بتلزقش ونار هاديه المتوسطه، طاسه تكون كده مدهونه زيت وتشوحي الرغيف بقى تمام يعني اهو بس كده كده اهو. نتاكد بس ان احنا ايه قافلين الحكايه كويس وندوس كده نبطط حاجه خفيفه. ومعايا بقى بيضه عايزه اكسرها اهي، حط لها ملح وفلفل برضو، الملح والفلفل تعالوا جنبي، رشة ملح رشة فلفل معلقتين كبار لبن، وبالشوكة بقى وهدهن الأول الوش بالبيضة، وبعدين احط بقى بقيه الحاجات اللي هي بقى الفلفل الالوان زيتون جبنه موتزاريلا شويه سمسم كده يعني.
الفرشه هنا معانا اهي الفرشه كده اهو ادهن بهذا الشكل الظريف عشان هي اللي هتديها بقى لون كده اهو وبعد كده الفلفل بقى ايه شرايح الفلفل هنحط مثلا يعني الوان كده تمام وعندي شويه طماطم برضو تشيري كده او ممكن تحطي طبعا الطماطم اللي هي الحلوه بتاعتنا دي تقطعيها مكعبات صغيره مثلا ومعايا كمان زيتون فين الزيتون يا جماعه فين الزيتون ماشي اهو شوية زيتون بس كده عشان يبقى وشي بيتزا بقى يعني تمام ومعايا بقى جبنة موتزاريلا وشوية سمسم هحط الأول كده حاجة سمسم حاجة خفيفة كده من فوق وجبنة موتزاريلا وهدخله الفرن على درجة حرارة 200 يعني هياخد له تقريبا 20 دقيقة مثلا هتلاقي العجينة شكلها استوى والجبنة ساحت لو العجينة استوت ولقيت الجبنة لسه ما ساحتش وعايزة تفتحي لها شواية ممكن تفتحي لها شواية وبس كده أنا بقى هدخله الفرن بسرعة جدا وفاصل قصير وسوف أعود إن شاء الله خليكم معانا انا جيت دخلنا الحواوشي الخطير في الفرن دلوقتي هنعمل الوصفه الثانيه مع بعض ان شاء الله اللي هي بتنجان محشي ومشوي لطيفه جدا وهتعجبكم اقول لكم المقادير انا معايا بتنجان تمام حجمه كبير كده شويه ومكلبص حبتين معايا كمان كوبايه تقريبا من البصل اللي متقطع صغير يعني بصلتين كبار حلوين كده نص كيلو من اللحمه المفرومه 4 فصوص من الثوم المفروم معايا كوبايتين من الرز البسمتي معلقه بابريكا معلقه كمون معلقه كزبره ناشفه رشه شطه وملح وفلفل وكمان تقريبا 4-5 معالق كبار من الزيت وهحتاج بقى في التزيين بقى طماطم تشيري او طماطم متقطعه مكعبات ورق بقدونس ورق نعناع وكمان هنقدمها مع سلطه الطحينه وبس خلاص بس سهله جدا هجيب بس صينيه فرن هنا كده جنبي ومعانا بقى البتنجان اهو زي ما قلت لكم لطيف جدا نجيب سكينه عايزة البتنجانة انا دي اقطعها نصين من غير ما اشيل اسمه ايه ده يعني هو ده قصدي ده ما يتشالش اسمه راح من بالي دلوقتي ان ايه استاذ احمد لا ما مش عارفة ايه دي انا كده ايه هقطعها نصين كده اهو تمام بالشكل ده كان نقطع واحده كمان او مش مشكله يعني انا عايزه اوريكم القصه ازاي هرش لها ملح وفلفل ملح كده وفلفل اسود وهشوي البتنجان معايا بقى زيت معايا زيت هلا الزيت الخطير مش تبقوا عارفين يعني كده اهو وايه كده اهو افتحه وعايزه احط كده ايه شويه من الزيت من فوق على البتنجان وهدخله الفرن يتشوي طبعا انت تعملي الكلام دوت في شويه بتنجان كده كميه كده حلوه علشان نعمل بيها الوصفه عشان اقول لكم بعد كده هعمل ايه فانا هحطه في الفرن هنا اهو بس كده حواوشي خطير مش قادره اقول لكم هعمل ايه بقى دلوقتي انا هنا الطاسه سخنه عندي بس كده شويه وبرده هحط زيت هلا
كده اهو 3 4 معالق كبار، ومعايا بقى البصل، ومعايا اللحمه المفرومه تمام، وشويه التوابل بقى، ومعايا كمان ثوم، التوابل اللي هي قلنا كمون وكزبره وبابريكا ورشه شطه، وطبعا ملح وفلفل. انا عايزه بس الزيت ايه يسخن شويه علشان انزل على طول البصل. وحاجه بقى كمان، يعني انا هعمل معاكم اللحمه المفرومه، وانا هنا محضره رز بسمتي مستوي ابيض تمام، علشان هعمل ده مع ده، هو ده هتبقى الحشوه بتاعه البتنجان المشوي في الفرن، تبقى ظريفه جدا. هقول لكم دلوقتي كل الحاجات هتشوفوا يعني. فالرز ده خلاص اهو مستوي وتمام، وانا حطاه هنا كده على جنب لغايه لما اعصج اللحمه. حط بقى البصل، تمام كده اهو، هنشوح ايه البصلايه الظريفه. الله على ريحه البصل، مش معقوله. نحضر اللحمه المفرومه، نعلي النار كمان بس. انا عايزه اشوح البصلايه الاول شويه وانزل كده النكهه بتاعتها، ونحط لها بقى رشه فلفل اسود كده قبل ما نحط اللحم اهو. نحط بقى ايه اللحمه المفرومه كده بس. علشان بقى ايه تتعصج وتستوي. انا حطيت كميه قليله عشان برضو اوريكم الفكره بتاعه الاكله ايه. نشيل دولت في وصفه اخرى. ثوم هنا كده ورا ونغطيهم بس. هعمل ايه بقى؟ عايزه احط الكزبره والكمون على صغيره كده، سنة شطة، حاجة خفيفة خالص يعني اختيار. بابريكا وملح وفلفل. انا عايزاها تدخل في التسوية، وبعد كده هبتدي بقى ايه اكمل بقية الوصفة. ممكن اشيل بس ايه الحاجات دي، انا فاضلي لسه التوم هحطه، بس هستنى عليه شوية بس في الاخر ولم هذه الاشياء. البتنجان برضو نشيله هنا، وده بقى هنا البتنجان بعد ما اتشوى بعمل انا ايه، انا بالشوكة قعدت ادوس عليه كده من جوه علشان اعمل فراغ، فاهمين قصدي؟ كده دوست عليه كده فطسته يعني من جوه عشان اعمل تجويف بالشكل ده بعد ما البتنجان ايه اتشوح اتشوى قصدي. اللحمه المفرومه ريحتها طلعت بقى خطيره جدا كده. عايزه تحط لها صلصه مثلا، صلصه طماطم ممكن هتبقى برضو حلوه، بس انا مش هحط، انا يعني حطيت بابريكا هاخد اللون والطعم، بس انا بقول لك يعني لو عايزه تحطي معلقه صغيره كده من معجون صلصه الطماطم هتبقى برضو لايقه جدا وحلوه قوي. في المرحله دي بقى نحط الثوم. الله على الريحه، الله على الريحه بس كده. كده اللحمه ايه هايله. هعمل ايه بقى برضو؟ هرجع الاطباق دي بس والحاجه دي هنا كده ورا، احط السكينه دي هنا كده.
الرز بقى اللي انا مسوياه، الرز البسمتي بقى مستوي وزي الفل ومتحدق ومظبوط وكله تمام التمام. نجيب بقى المعلقه الكبيره دي هنا، هحطه بقى ايه على اللحمه المفرومه. تمام كده، لو عندك رز بايت هينفع برضو جدا مع هذه الوصفه. خليه بس كده ايه يعني يبقى في حراره، تطلعيه من الثلاجه الرز بايت مثلا قبليها بيوم ولا حاجه، وهنحطه كده مع اللحمه. طبعا ينفع رز مصري، بس اللي انا عاملاه ده رز بسمتي، يعني براحتك بقى انت اختاري اللي انت عايزاه. كده اهو، كده حشوة الرز باللحمة جاهزة. بس انا عايزة ايه انضف هذه المنطقة بصراحة علشان ايه اتلحوست. كده اهو بس، خلاص كده مية. ريحته اصلا يا جماعة تحفة، ريحته تجنن، حلوة جدا. بس اطلعه بقى هنا كده، عايزة بس اغطي العين خالص لانها مطلعة سخونية فظيعة. هعمل ايه بقى؟ ادي البتنجان، بصوا بقى نجيب الطبق ده مثلا هنا كده اللي انا هغرف فيه البتنجان، واقول لكم بقى ادي البتنجانيه الحلوه دي مثلا اهي، نجيب معلقه هقوم بقى ايه واخده شويه من الرز باللحمه المفرومه وحطاه جوه التجويف بتاع البتنجان كده اهو. تمام كده اهو، بهذا الشكل الظريف، فيها رز وفيها لحم. نحطها هنا كده، ناخد واحدة كمان نعمل نفس الموضوع. بس كده، لا بجد انتوا يعني ايه مش متخيلين ريحة الرز باللحمة عاملة ازاي، تجنن كده. هتفضلي بقى تعملي كده في الايه في كميه البتنجان كلها بهذا الشكل. تمام، وهعمل ايه بقى مثلا بعد ما عملتها كده؟ معايا بقى طماطم، طماطم شاري كده صغنونه، حطيها بقى كده ايه في النص هنا كده. وهي خلي بالكوا لما تتحط والبتنجان سخن كده فهي هتدبل دلوقتي برضو يعني، او طبعا ما فيش طماطم شيري ما فيش مشكلة خالص، الطماطم الحلوة الصغنونة بتاعتنا دي، قصدي الحلوة الكبيرة بتاعتنا دي تقطعيها انت بقى صغير، تقطعيها مكعبات صغيرة وتخلي كده لونها يبقى باين علشان يبقى طعمها ظريف. عايزة تديها برضو تشويحة مع الرز لحمة اوكي، بس انا يعني ايه مش عايزه افقد لونها اللي بيلمع الحلو ده، فعلشان كده ايه بحاول. احنا ممكن ايه نجيب الطبق ده ونقدم فيه على طول، احطها لكم عشان اوريكم شكلها مثلا هنا كده وهنا كده مثلا اهو، وايه نشيل بس اللي في النص دول نحطهم هنا مع الحشوه. الطبق ده برضو ممكن نبقى ايه ابقى اغرفه انا في الفاصل، بس عشان عايزه اوريكم انا هعمل هنا ايه. انا معايا طبعا سلطه الطحينه، سلطه الطحينه معموله عادي خالص، انا عملتها اكتر من مره، ممكن ابقى برضو اعملها معاكم مره كمان ولا حاجه، بس هي سلطه الطحينه عاديه هي اللي هنقدمها مع الاكله دي. هنخلي بقى ايه سلطه الطحينه كده ايه رايحه جايه كده على البتنجان، فيها بقى توم لطيفه كده اهو مثلا،
وايه بقى؟ عايزه تحطي بقدونس، حطي، عايزه تحطي اي حاجه براحتك، بس انا بصراحه هحط نعناع. النعناع يعني ايه، هيعمل طعم كده يجنن للاكله دي. انت طبعا حسب ذوقك، لو النعناع بالنسبه لك مزعج مع البتنجان خلاص يبقى ايه عليكي بالبقدونس كده اهو، كده اهو. وانا برضو ايه لا غنى برضو عن شويه ايه بقدونس كده في الطبق، خطير يا جماعه وتحفه. حطه هنا كده، احنا عندنا فاصل دلوقتي. هل في فاصل يا جماعه دلوقتي ولا مفيش؟ عرفوني بس. طيب خلاص ما دام في فاصل يبقى انا ايه هعمل طبق تاني زي اللي انا عملته ده، وفاصل بسرعه جدا وهرجع لكم على طول، خليكم معانا. انا جيت بعد ما خلاص عملنا البتنجان وعايزين نطلع الحواوشي حالا دلوقتي، بس عايزه الاول اقول لكم مقادير زلابيا الموز عشان نلحق بسرعه ايه نعملها مع بعض. سهله جدا وظريفه قوي. بصوا انا معايا موزه او اتنين يعني حسب اللي عندك، مغضوب عليها كده يا عيني ومركونه وخلاص قربت تبوظ، هنستخدمها على طول، هتعمل طعم حلو جدا للزلابي. فانا معايا تقريبا موزتين او ممكن موزه واحده، معايا كمان عصير ليمونه او معلقه صغيره من عصير الليمون، كوبايتين من الدقيق، معلقه كبيره من النشا، معلقه كبيره خميره فوريه، معلقه كبيره سكر، تقريبا كوبايه وربع او ممكن تبقى كوبايه حسب ما هنشوف واحنا بنعجن العجينه، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر وبس عشان نعمل عجينه الزلابيا بالموز. يعني هي عجينه الزلابيا العاديه اللي انا عملتها قبل كده معاكم، بس الاضافه اللي عليها ان احنا هنحط لها موز بس يكون بقى مهروس جدا، وعليه معلقه صغيره من عصير الليمون علشان ما يبوظش لون الزلابيا. بس كده انا هطلع بوله هنا كده، وعايزه بقى كوبايه المعيار علشان نبقى ايه تبقى الدنيا في التمام. فانا هاخد كده ايه كوبايه من الدقيق اهو مثلا كده، وكوبايه كمان عشان احنا عايزين كوبايتين كده اهو، كده 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 بس كوبايتين من الدقيق. طبعا هحط عليهم رشه ملح كده اهو، بس انا عايزه هنا اسخن الزيت، رشه ملح، وهحط بقى النشا والسكر والخميره والبيكنج باودر. بس كده حطهم هنا كده جنبي بعيد، ومعايا بقى ايه الميه زي ما قلت لكم ممكن تبقى كوبايه كوبايه وربع، وعايزه بقى اطلع الموزه دي نهرسها، نهرسها بقى كويس قوي، موزه تكون يعني مستويه. معايا فين الشوكه؟ ممكن نجيب هذا الطبق الظريف مثلا هنا، نهرسها بقى هرسا فظيعا بقى يعني كده اهو. هتعمل لنا الزلابيا بقى بطعم الموز. اي اي صباعي اي عيني كده اهو. اهرسيها على قد ايه ما تقدري. وهجيب بقى الليمون، تعالى يا ليمون، معلقه صغيره بس كده علشان الموز ما يغيرش لونه جوه الزلابيا. بس كده طبعا خلي بالكم ان الموز ده حاجه سايله، فلما نحطها مع العجينه يعني ايه هتاخد شويه من الميه، فعلشان لكن المقدار الطبيعي بتاع العجينه كوبايه وربع. فاحنا هنحط ونشوف عشان انا عايزه قوام معين للزلابيا هوريه لكم دلوقتي. كده الموزه اتهرست خلاص تمام التمام، كده العجينه، ونحط الموزه بهذا الشكل، ومعايا بقى الميه هحط
وعجين الميه طبعا طبعا تكون دافيه. احنا حاطين خميره، خلي بالكم كده اهو. احنا عجينه الزلابيه، بصوا ريحه الموز اصلا طلعت جميله ازاي. احنا عجينه الزلابيه يا جماعه عايزينها تبقى سايله، مش عجينه يعني اللي هي العاديه دي، لا بتبقى سايله شويه. هي كده محتاجه ميه اكتر، فانا هجيب جنبي ميه عشان اوريكم القوام اللي انا عايزاه للزلابيه. بقى ظريفه جدا ان انت عامله لهم زلابيه بنكهه الموز. ولازم بقى تفضلي بقى ايه تضربيها بايدك كده. يعني هنحط كمان يعني معلقه واحده بس من الميه بس كده. هو ده القوام يا جماعه اللي انا عايزاه للزلابيه. بصوا تضربيها بايدك كده، بص القوام ده، القوام ده كده، هو ده القوام اللي انا عايزاه، وهايل وظريف. ضروري طبعا تسيبيها على جنب تخمر علشان تعرفي بقى تتعاملي معاها وتبقى خمرانه وجاهزه. انا طبعا عندي واحده خمرانه هطلعها حالا علشان نلحق نحمر كام واحده كده معاك، وانا اوريدي محمره كام واحده بس علشان ايه اوريكو انا بعمل ايه كده اهو. ونلبس الجلوفزات. تمام، عايزين بقى نعملها كده حجمها صغنون وحلو، تبقى لطيفه ومش هتغمق بقى ولا هتسود ولا هيحصل لها اي حاجه، لان الموز احنا حطينا له زي ما اتفقنا ليمون. عايزه تكتري عن موزه، انا حطيت موزه. عايزه تحطي موزتين حطي، بس هتلاقي بقى مقدار الميه بقى مختلف معاكي، هتاخد ميه ايه اقل، فانت خلي بالك من الحكايه دي. بس كده معايا بقى ايه، معايا كيس حلواني بلاستيك، او ينفع طبعا كيس ثلاجه مفيش مشكله اللي عندك. افتحه كده. ومعايا كمان مقص، والعجينه اهي خمرانه وظريفه جدا زي الفل. بس كده اهو هعمل ايه بقى، عايزه احط في ايدي شويه زيت كده ولا حاجه علشان ايه اعرف امسك العجينه، واحطها جوه الكيس الحلواني ده. وانا افضل الحقيقه الكيس الحلواني ليه بقى، علشان بيكون قوي، لكن لو ما عندكيش خلاص يبقى كيس ثلاجه. وانا دهنت ايدي زيت علشان اعرف احط العجينه جوه الكيس من غير ما الاقيها لزقت، ابقى ايه عارفه اخلعها كده واحطها. بصوا يعني تفلت من ايدي على طول في الكيس. هنزلها بقى كده اهو بهذا الشكل الظريف كده. والزيت متهيألي ان شاء الله يكون سخن. بالمقص بقى هعمل ايه، مقص كده معايا هبله كده في الزيت، بس انا عايزه الاول ايه اقطع حته كده اهو كده واقص، بس انا بقصها ايه صغنونه لان انا مش عايزاها تبقى ايه حجمها كبير. كل ما احس ان الزيت محتاج يتبل شويه هبله كده. هو بالزيت والحق بسرعه، الحق بسرعه. انتوا بس وانتوا بتعملوها خلي بالك من سمك العجينه عشان هو ده اللي هيطلعها حلو. واول ما الزيت كده ايه يعني احنا مش عايزين نحطه الزيت سخن قوي، يعني في المرحله دي كده حلو قوي ان الزيت يكون يعني قرب يسخن، يعني على درجه نار متوسطه، درجه حراره متوسطه. هنلاقيها بقى نفشت زي الزلابيه العاديه خالص، مفيش منها اي مشكله. نبل ايه المقص في الزيت ونقص. هنملى الطاسه الظريفه، بس ما نملهاش قوي برضو عشان ما يلزقوش في بعض، بس طول ما في مكان مفيش مشكله.
هي اول ما تبتدي بقى يعني تقب على الوش كده، ده معناها انها ايه ابتدت. وبس خلاص، انا دول طبعا كنت محمراهم من قبل كده، الحبه الحلوين اللي هناك دول. عايزه ارجع دول بقى ورا هنا، فهنلاقي دولت ايه دلوقتي اتنفخوا كده وخدوا لون ظريف، ودول انا محمراهم علشان ننجز وقت مع بعض. وايه وبس، وجربوها بقى يا جماعه، زلابيا لذيذه جدا بالموز. وطبعا بقى نحط لها الشربات العسل، تقدري تعمليه وتحطيه طبعا طبعا في التلاجة، انا عايزاه يبقى ساقع وتقيل. تمام، اقول لكم بقى ايه الشربات، المقادير بتاعته كوبايه ونص من الميه، تمام، عليها كوبايتين، تمام، من السكر، تمام، كوبايه ونص من كوبايه ونص، يا خبر اتلخبط، كوبايه ونص من السكر، السكر هو اللي اقل شويه، وكوبايتين من الميه، كوبايه ونص من السكر وكوبايتين من الميه، تمام، معلقه صغيره من عصير الليمون ومعلقه صغيره من الفانيليا. يغلي على النار لمده 10 دقائق وبعد كده تحطيه على جنب يهدى ويبرد، وتحطيه بقى في برطمان في الثلاجه ساقع وتقيل، بيبقى تحفه جدا، خطير. عايزه اطلع الحواوشي بسرعه، انا حاسه ان هو بينده عليا خلاص. ايوه، يا سلام يا سلام، اهو الحواوشي ظريف جدا اللي انا عملتها معاك، وعملت واحده كمان في الفاصل عشان كده يبقوا حلوين كده وكتير. ممكن نجيب القرمه دي عشان ايه نقدم عليها الحواوشي. هنا كده، سلام، هنا كده. وايه ممكن احنا نقطع دي، احنا ممكن نحطها بعد ما نحطها نقطعها، صح ولا نقطعها هنا؟ استنوا استنوا انا هقول لكم دلوقتي، هنا اهو. اه معلش والله الكاميرا مش عارفه، مش عارفين معلش يا جماعه والله متاسف. تمام، يلا تعالوا نقطعه. بصوا بقى ايه ظريف جدا ومليان بقى لحمه مفرومه ويجنن. بصوا يا جماعه، بصوا يعني المنظر بس، يعني خطيرة ازاي، تجنن، تحفة جدا وسهلة سهلة. نقطع دي كده اتنين، حواوشي اسكندراني عادي خالص بس بوش بيتزا. ان شاء الله يعجبكم وتجربوه. اوديه كده هناك اهو، وبس بقى الزلابية الحلوة اللي احنا محمرينها دي اهي بتبتدي اهي تظبط نفسها اللي على النار دي. ممكن بقى ايه تقدميها بقى في اطباق، في كاسات، في اي حاجة. انا حطيتها في الاطباق الصغيرة الحلوة دي، وهرش عليها شوية شربات من فوق، او ممكن كمان نحط سكر بودرة زي ما احنا عايزين كده اهو. ان شاء الله يا رب الحلقة تكون عجبتكم وتكون ظريفة، وتجربوا الوصفات وتبعتولي ايه الاخبار. حاضر يا استاذ احمد، بس كده. عملنا ايه النهارده؟ عملنا الحواوشي الاسكندراني وش بيتزا، وعملت كمان البتنجان المشوي المحشي، حلو جدا ولذيذ، ان شاء الله تجربوه يعجبكم. وعملت كمان زلابيا الموز، زلابيا الموز دي برضو وصفه لطيفه قوي، وزي ما قلت لكم ممكن نحط لها بقى ايه العسل. شويه كده من الشربات اللطيف اللي احنا محضرينه بقى وحاطاه في الثلاجه، انا يعني عاملينه بقى لنا كام يوم مخصوص. هنا كده اهو، او حتى ممكن تحطي سكر بودره. بس بهذا الشكل الظريف اللي يجوع، وان شاء الله بكره حلقه جديده الساعه 2. باي باي.
هذا البرنامج برعاية